11 جو لينا الضو كنعيطوا ليديك ما كتبغيش تجي لعندنا حتى لدابا بدات شويه الشتا ويشعل العافيه في البوطه وحنا في خطر حنا جالسين هنا غير في سكن عشوائي يريبوا لنا دارنا خارجين هنا دايرين برارك في الزنقه شاع غتشعل العافيه حنا اه في البوطه ديال الضو كتقطع السلك كتشعل العافيه في البوطه ولا شعل العافيه في البوطه حيت حنا جارين الخيط غتشعل فينا حتى حنا العافيه ثلاث ايام هادو حنا كنعيطوا لا مجيب سميتها البلاصه هادي درب الصوفي درب الصوفي تابع للعماله اونفا عماله اونفا اه درتو شكايات على السلطات هنايا علمتو اه على من المقاطعه كيعيطوا ليدك ما بغاوش يجيو لعندنا ليدك ما تتبغيش ما كتبغيش ما كتستاجبش اه شعلات العافيه قبيله ملي في البوطو اه شعلات العافيه ملي بدات كنطالبوا دابا حاليا كنطالبوا انهم يجيو يقادوا هاد البوطو يصوبوا الخيط ديال الضو باش ما بقاوش حنا في خطر وباش حنا نضويو بحالنا بحال الناس يعني شحال وما عندكمش الضو دابا دابا ثلاث ايام اليوم الرابع اليوم اربع ايام باش حنا بلا ضو يقراو الدراري هنايا والو ما كاينش كاينين الناس مرضى كاين واحد الولد باقي صغير معوق ما باقي جالس في الظلام الاب ديالي حتى انا مريض مرض مزمن جالسين كاملين هنا في الظلام يعني شركه ليريك ما كتستجبش ما كتستجبش لا شنو الحضور ديال الوقايه المدنيه الان اللي جاوا دخلوا بسرعه جاوا على حسب حيت عيطنا لهم على حسب العافيه اللي كانت شاعله هنا في البوطه وليدك ما جاتش وليدك ما جاتش شكرا اخويا شنو واقع لكم هنا واقع علينا طاف علينا الضو طافي علينا الضو وحنا ليديك تنعيطوا عليها ما تجيش والله يدير لنا الشاول ديال الخير خويا وقع تماس كهربائي هنايا ديال الضو حنا ساكنين في البرارك هنا كتشعل العافيه بالضو كتشعل ديال الضو تقطع علينا فهمتيني تنعيطوا لهم ما بغاوش يجيو صايبوها صاحبي كلشي سادين عليه شحال هو مقطوع عليكم الضو هنا ها شحال هو مقطوع الضو دابا راه سيمانه دابا سيمانه يعني الدراري كيقراو هكا كلشي تيقرا صاحبي في الدراسه كله فيه تيقرا